مستوى ولاية ورقلة، ولقد تم إعطاء إشارة انطلاقة من متوسطة الخوفي، ورأينا أن ظروف التنظيم محكمة كما اطلعنا في هذه الولاية على حسن تنظيم هذا الامتحان. الامتحان الذي يجتاز فيه أبنائنا اليوم على المستوى الوطني بعدد 790,515 تلميذ وتلميذة، ومنهم أكثر من 34%، أي قرابة 270 مترشح حر. الامتحان كذلك الذي يدور في اليوم على مستوى 2674 مركز إجراء، وسيصحح على مستوى 88 مركز تصحيح، وهنا في ورقلة هناك مركز للتصحيح، وهناك كذلك بالنسبة للامتحان 18 مركز تجميع للإغفال، وهناك على المستوى الوطني مركز وحيد خاص بإعلان نتائج هذا الامتحان الذي ستكون بحول الله ومشيئته في حدود 20 من شهر جويلية المقبل بحول الله.